وبالتالي الفريق المحلي يلعب مرتاح داخل في الربح خارج من الخساره. في هذا السيناريو ديما الفرق هذه تخوف. ترجع الكره مره اخرى خطيره جدا الان ابرا ابراهيموفيتش يحاول يسهل المباراه على الليجري والميلان، وهدف جميل عالمي يا ولد، سهلها سهلها يا كبير. 1-0 من زلاتان ابراهيموفيتش، هدف عالمي، هدف مونديال يا زلاتان، ما فيش غيرك. اي استغرب 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 كانك ما تعرفوش يا جلياني، اعرفوا من اللحظه، اعرفوه من الان، اشهدوا له الحين انه زلاتان ابراهيموفيتش في هدفه 11 في 4 دقائق بهدف يعرف سره كان زلاتان، حتى وين يسكن الشيطان زلاتان ابراهيموفيتش. كورة ما تصدش، كورة ما تتردش، كورة تفرح الميلانيين. الله على كورة لوب، الله على كورة فوق الرؤوس وفوق الايادي وفوق الطموحات، لتغذي طموحات، لتكبر امال، لتغذي احلام من اجل ميلان كامبيوني. شوف الكورة، شوف رفع الكورة، وشوف الكورة وين دخلت.